لا كل شيء لله. السلام. فيكم تفتح النفس بعد النوم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد الحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، يقصد صلاة العيد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات، وفي رواية يأكلهن وترا. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعليه وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد، ختمنا مجالس رمضانية في تعظيم البلد الحرام، والله يعطيكم العافية. جزاك الله خير. توجه المقرأ يا أخوان. جبت العيد. جزاك الله خير.